عاجل، الجيش اللبناني بيوجه رسالة للجيش المصري. بننشر لحضراتكم التفاصيل، والداخلية المصرية بتفجر مفاجأة في القبض على فتاة التيك توك الجديدة، ومفاجأة مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد. بننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل في مصر إعدام مواطن بسبب زوجته. بننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، والداخلية المصرية تفجر مفاجأة في القبض على فتاة التيك توك الجديدة. كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على المتهمة ياسمين، فتاة التيك توك المعروفة إعلاميا باسم كائن الهوهوز. وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة تقوم بتصوير الفيديوهات داخل شقة في محافظة الإسكندرية بالإيجار، وكان يقيم معها فيها المتهم الثاني في القضية، والذي تبين من خلال التحريات أنه ليس زوجها ويبلغ من العمر 21 سنة، حيث أنه أصغر من المتهمة بنحو 10 سنين. واتضح من خلال التحريات أن المتهمة مطلقة ولديها طفلان، وكانت تقوم رفقة المتهم الثاني بتصوير مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وأفعال منافية للآداب ونشرها على موقع الفيديوهات تيك توك بهدف الربح. البداية بعدما تقدم المحامي هيثم فرحات، دي كانت البداية، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلغ للنائب العام ضد الفتاة وضد الشخص الموجود معها في مقاطع الفيديو، واتهمها في بلاغه ببثها لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها أن تخدش الحياء وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية تخص غرف النوم فقط، على حد وصفه في البلاغة. مصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلنا في الفيديوهات السابقة، إن الشمال أخرته وحشة، والبنت دي والولد ده يعني اتضح، أنا كنت فاكر إن الولد ده يعني زوجها، طلع إنه يعني صديقها وأصغر منها بعشر سنين، فده نهاية المشي في الطريق الشمال. انتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل، الجيش اللبناني يوجه رسالة للجيش المصري. قوات المسلحة المصرية أعلنت عن لقاء جمع بين وزير الدفاع المصري محمد زكي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لمناقشة تطورات الأوضاع الأخيرة. بيان الجيش المصري أوضح أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الحالية، وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين مصر ولبنان. قائد العام للقوات المسلحة أعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي. كما التقى رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني. اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين مصر ولبنان. المصدر معانا كامن RT. الجيش اللبناني بيشكر في قوة الجيش المصري. تحية طيبة للجيش اللبناني، ونتمنى ان شاء الله يعني الخير لدولة لبنان والتكاتف مع بعضهم البعض للنهوض بلبنان والاقتصاد اللبناني، لان لبنان الان تمر بظروف سيئة وصعبة. ندعي لها ان شاء الله انها يعني تقوم من الوعكة اللي هي فيها في الوقت الحالي. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة، مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد. وكشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصي عن قرب الانتهاء من إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية.
أوضح إن المدينة المقامة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس أو إبريل المقبلين عام 2022. لفت إن مصر نجحت الفترة الماضية في إنهاء المرحلة الأولى من التصميمات المبدئية للقمر الصناعي مصر سات 2، وكذلك يجرى حاليا تصنيع النموذج الهندسي من الجانب الصيني. رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قال إن إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 سيكون في ديسمبر 2022 بدلا من سبتمبر 2022، وده بسبب تداعيات الوباء. وضح أنه سيتم البدء في التجميع للقمر الصناعي بعد الانتهاء من تجهيزات مركز تجميع الأقمار الصناعية لحد أقصى منتصف العام المقبل 2022. أكد أنه أول قمر صناعي سيتم تجميعه بمركز التجميع المقام في مدينة الفضاء، وذلك وفقا لاستراتيجياته التي وضعتها الوكالة بشأن برنامج الفضاء المصري. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أكد أن الوكالة تمتلك خطة طموحة في مجال الفضاء، وده طبعا وفقا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2021. وضح أن مصر تقود حاليا عدد من الدول الإفريقية بشأن تصنيع قمر التنمية الإفريقي بهدف قياس الاعتبارات المناخية للدول الإفريقية والحد من خطورتها وضبط معدلات الانبعاث. أكد أن مصر أخذت على عاتقها المبادرة وحولتها لأفكار تنفذ على أرض الواقع من خلال مشاركة 5 دول إفريقية للمشاركة في تصنيع القمر، وتم الاتفاق للبدء في تنفيذ قمر التنمية الإفريقي، ومصر ستدعم تدريب المتخصصين من الدول الإفريقية في هذا المجال. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل في مصر، إعدام مواطن بسبب زوجته. محكمة جنايات الأقصر في مصر قضت بإعدام مواطن مصري بتهمة قتل زوجته ودفنها حية في حفرة بالمنزل بسبب خلافات بينهما بقرية البغداد التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر. وترجع أحداث الواقع لشهر مارس من عام 2020، عندما تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل بمنطقة البغدادي، وبانتقال فريق البحث إلى محل الواقعة وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى أحمد محي، حيث قام بدفنها حية في حفرة، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينهما. وتم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمر بحبسه على ذمة التحقيقات، وخلال الجلسة تم النطق بإعدام المتهم، والتي أكدت في الحكم الصادر بأن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب شكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما، حيث قام بربط اليدين من الخلف وخنقها واقتادها لحفرة بئر صرف صحي معدة سلفا بالمنزل ووضعها بها، ثم قام بتوثيق القدمين وأهال عليها التراب حتى فارقت الحياة قاصدا قتلها. مصدر معانا كان من المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني للأسف في الوقت الحالي في مشاكل كتيرة ما بين الزوج والزوجة، يعني كل كام يوم نسمع عن قضية قتل، يا إما الزوجة بتقتل زوجها يا إما الزوج بيقتل زوجته. فده يعني السبب الرئيسي في هذه الخلافات، وهو الشيطان. الشيطان هو اللي بيخش ما بين الزوج والزوجة وبيوصلهم للمراحل دي، حتى لو كان في مشاكل سابقة تسببت في هذا القتل، فالشيطان هو يعني سبب هذه المشاكل. فيعني نحاول نحن كزوج أو زوجة نقرب من ربنا، ونحاول إن احنا يعني نعدي البعض ونسامح بعض ونحاول ان احنا نحل امور. يعني مثلا في القضية اللي مثلا الزوج قتل في زوجته، كان المفروض يروح يكلم اهلها، لو ما نفعتش يبقى الفراق بينهم افضل منه يقتلها. يعني هو قتلها واتعدم، ما استفدناش حاجة. فالافضل ان احنا مثلا لو حصلت مشكلة او خيانة نرجع للاهل، او مثلا يبقى الفراق بين الزوجين افضل من القتل. هذه وجهة نظري، أعتقد وجهة نظري البسيطة من وجهة نظر حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، أتمنى ما كنش طولت على حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.